بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله هؤلاء الإخوة جاءوا إلى هنا للمشاركة في مسير الذي ينطلق من بلدة شريقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسم كريم؟ محمد سعيد حمود العلوي. من أي فريق لك محمد؟ فريق ينقل للمغامرات. ما شاء الله. نعم. ما أهمية هذه المشاركة بالنسبة لكم؟ والله الأهمية كبيرة. أول شيء تعرف على الأخوان واسمه هذا المشان الصحة. نعم. والتعرف على المركز الجديد هذا أول مرة ناس يطلعوها. جميل، جزاكم الله خير. السلام عليكم. باسم الكريم؟ علي بن عبيد العلوي، ولاية ينقل. ما شاء الله. رسالة تحب أن توجهها؟ والله أن نوجهها للشباب، أنه بالمشاركة مثل هذه الفعاليات. نعم. لما لها من مكاسب الناحية الصحية والسياحية وتعارف وثقافية. نعم، ما شاء الله، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باسم الكريم؟ سالم من مسعد العلوي. ما شاء الله. بماذا يتميز هذا المكان الآن؟ يتميز بحضوركم الغفير والمشرف. نعم، ما شاء الله، جزاك الله خير. بارك الله فيك. الاسم الكريم؟ راشد مسعد العلوي. ما شاء الله. من أين الأخ راشد؟ من ينقل. من ينقل. نعم. ما أهمية مثل هذه البرامج؟ والله هذه مهمة جدا للتوعية الشباب والجميع، يعني المشاركين. نعم، جميل، جزاك الله خير. حقيقة يعني هذا فرصة لا تتعوض. نعم، صدقت. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم كريم؟ سليمان سعيد علي الهناي. ما شاء الله. سليمان، ما بعيد المسافة من يوم قلتاته إلى هنا؟ لا، ما بعيد. ما الذي شجعكم للحضور؟ شجعنا الحضور طبعا. ما الذي شجعكم لهذا؟ شجعنا التجمع هذا، وحده له دور يعني. له دور. ما شاء الله، جزاك الله خير. حفظكم الله ووفقكم. الله يوفقكم. مشاركة طيبة.